على الانتصار للسيسيس اليوم على كلوب افريكا وبعد تعادل تيليتوالي السيسيس على بعد نقطتين رجع على مال نحو البطولة. والله ما يهمنيش كما قلت قبل معناها نلعبوا كل ماتش وماتشوه ربحنا اليوم سورتو معناها كي تشوف لي سيركونستانس تاع الماتش عملنا انتصار مهم برشا في الكورس نتاع الشامبيونان ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله البارتي الجايين نزيدوا نربحوا باش نمشيو في طريق البطوله ان شاء الله. It was a very difficult match but we thank Allah at the end of the game we won the match but we expected it to be a very difficult one but due to hard work and endurance we won the game. السي سي اليوم ينتصر على بعد نقطتين من الاطوال ولد فيها لعبه اخرى. ايه بالطبيعه نمنوا بحظوظنا للاخر ان شاء الله بقدر ربي عنا زوج ماتشات نجيبوا فيهم 6 بوان وان شاء الله بقدر ربي اللي مكتبوا لنا ربي يسير ان شاء الله. السي سي بدا المباراه كمان بغيتي لكن في الاخر المباراه شفنا السي سي كل صعب على الروح الطرح. اكيد يظل لي ماتش سهل اليوم تلعب ب 10 من نهايه الشوط الاول ومع فريق النادي الافريقي اللي اليوم قدم مباراه طيبه ماتش سهل انك باش تفاجيري لو ماتش كامل بالامام مانير الحمد لله يظل لي المفيد اليوم ان الثلاثه نقاط هذوما اللي كنا احنا عاقدين العزم انه باش نروحوا بهم هما ان شاء الله باش يخليونا نكملوا نراهنوا على البطوله وكشفتوا مازال متلعب حد شيء نحكيوا على البطوله على بعد نقطتين تو مازال فما امل اكيد طونك كبر شوي اكيد شوف احنا من الاول قلنا طونك حسابين معناتها مازال ثم حاجه اون جو احنا باش نكملوا حتى الاخر اخر رمق ما احناش باش نسلموا وباش نحاولوا نجيبوا النقاط نتاعنا الكل ومن بعد اللي باش يعمل ربي مبروك ان شاء الله. قيس هذه شفناك على اليمين على اليسار فكيت برشا كور اليوم. الحمد لله ربي معناتها ديزيمي تون كامل نلعبوا ناقصين براتيكوم مش نلقى روحك ديما معناتها مش تيح على الجناب خاطر ديجا معناتها ديما زايدين علينا معناتها يمين ولا على اليسار. الحمد لله ربي الميريت الكل يرجع للاولاد اليوم اليوم كنا قليب كنا يد واحده حبينا ننتصروا اليوم حبينا نفرحوا الجمهور اللي جا فرحوا الجمهور اللي استنى فينا. الاطوال عملت نيل اليوم كملوا نحن ما يمناش في اللي قدامنا ولا اللي ورانا نربحوا ماتشاتنا كان فما حاجه ربي سهل فيها وكان باش نحكيو على الشامبيونه ما زالت حسب رايك الشخصي مادام حسابيه مازالت مادام نلعبوا للاخر نحن وانا قلت لك معناتها الجمعه اللي فاتت بعد ماتش الترجي قلت لك مش نلعبوا للاخر وربي معنا وكان يا مريا حتى شفناك في المباراه ريال دروا وبعد شفناك ديفونسور كاو لعبت ريال دروا كما العاده بعد شفت قانون اللعبة محمود عمل ماتش كبير باتش وعاونا في البونتو الأول من بعد خرج واقع حمراء دونك لعب الجوكير مريح اوتوماتيك موش يدخل لاكس كان شاء الله نكون قدمت أدي معناها قدمت اللي مطلوب مني ان شاء الله الانتصار هذا نديوه لجمهورنا ان شاء الله مازالت شامبيونات ولا مازالت ان شاء الله نحكيو على البطولة الآن ولينا بعيد نقطتين على الإيطوال مازالت هذه الكرة ما فيهاش حكاية من الكرة هاك تشوف مرة الفوق مرة اللوطة دونك ان شاء الله ربي معانا واللي باش كاتبوا ربي نحن راضيين به ان شاء الله. بيان سور مازال ما تلعب حتى شيء، مازال فما مقابلات فما ست نقاط فنكملوا نخدموا على روايحنا جبنا اليوم من ثلاث نقاط من تيران صعيب مع ادفيرسير ما عنده ما يخسر ما عنده حتى بريسيون لكن الحمد لله اليوم الانفي اللي كانت عند الاولاد هي اللي جابت 3 بوان. نديهم للجمهور نتاعنا وان شاء الله جاي خير وكان ان شاء الله. باش نحكيو على الجمهور اللي جا اليوم الملعب رادس. بيان سور تمشيو دي بلاس مونيت اخي من هناك وكانوا حاضرين معنا. ناديو لهم الانتصار هذا حتى العباد اللي في سباق ناديو لهم الانتصار زاد